صلاتكم شهروا واشروا واشكروا من كل له فضل، وخاصة الشيخ مقاسم الكيل ومن خلاله الإمام الفاضل السيد علاوه عبد الله الذي كان له فضل كبير في جهة الأب، ومن خلالكم كذلك الشكر موصول إلى الجمعية التي ساهمت وأذكر منها الأخ شعيب. ولا يفوتني أن أشكر السادة الأفاضل السيد محمد العلامي والسيد ياسين عبد القادر وضيفوني عمر على الجهد المبذول، والسادة الحضور لا يسعني أن أقبل رؤوسكم جميعا ترحابا بكم، ولكن أكتفي أن أقبل رأس الشيخ ترحابا بكم. بارك الله فيكم.